السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا طياك بي تي 136، يعني 136، في تيرمينال أن تيرمينال دو. ولقيت هي يعني لابورت بحال الباب، هاد لقيت هادي بحال الباب، هاي لقيت لابورت دو الدور بالسبانيول لابورتا، و تيرمينال تي ان هي مان تيرمينال، و دو تي دو هي مان تيرمينال، هي تيرمينال دو. و قلنا لقيت اللي يعني هو الباب، يعني بحال لابورت اللي هو الجي. هنا عندنا واحد المصباح ديال 220 فولت، الروتور ديالو غيجي لهاد البريز هذا، و النوتر ديالو غيجي للبريز، الخيط الخضر غيجي، الخيط ديال البولا غيجي للبريز، والخيط الكحل هو الروتور غيجي تيرمينال دو. ومن هنا تيرمينال دو يخرج منا حيط ويمشي ناقص ديال لاباتري، وناقص ديال لاباتري غيمشي للبريز اللي هو 220 فولت، والبريز ديال لاباتري غيجي من هنايا غيمشي لانتيريبتور المفتاح، من المفتاح غيجي ريزيستونس 1 كيلو اوم، ومن ريزيستونس غيمشي للجيت اللي هي الباب. غنعاود عاوتاني، قلنا هنا البريز ديال 220 فولت، الخيط ديالو ديال البولا خضر غيجي لهنايا، والخيط الكحل اللي هو الروتور غيجي لهنايا تي ان، ومن تي دو اللي هو تيرمينال دو غيمشي للموان ديال لاباتري 3 فولت، ومن هنا غيمشي للبريز دو كورون 220 فولت، 220 فولت، والبريز ديال لاباتري غيجي من هنايا لهاد الانتربتور المفتاح، ومن هنا غيمشي ريزيستونس 1 كيلو اوم المقاومة، ومن هنا غيمشي الغيت اللي هو الباب. دونك هذا هو فونكسيونمون ديال الترياك، يعني هنا 3 فولت وهنا هذاك 220 فولت، يعني من خلال هاد سميتها هاد الغيت هو الباب. بغيت نوريك انا بان هاد الترياك بي تي 136 ديما الغيت هو الباب، يعني هو البوابة كتخرج منها سميتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.